بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: يحتوي كيس على 20 قريصة مرقمة من 1 إلى غاية 20، نسحب من الكيس قريصتين في آن واحد. في آن واحد معناها استخدام. إذن قال احسب احتمال سحب قريصتين مجموع رقميهما يساوي عشر. قال احسب احتمال سحب قريصتين الفرق بينهما رقميهما يساوي الى 4. بعدها قال احسب احتمال سحب قريصتين مجموع رقميهما يساوي 10، علما ان الفرق بينهما يساوي الى 4. اذا اول شيء نبدا به هو ان نقوم بعمليه، إذن المجموعة هي عبارة عن المجموعة هذه المكتوبة هنا اللي هي من 1 إلى غاية 20. إذن هذه هي المجموعة الكلية. نستطيع كتابتها على شكل يوسف. إذن هذه المجموعة الكلية. إذن عدد عناصرها هنا هو عبارة عن 20. إذا كان لدينا 20، إذن عدد الحالات الممكنة الكلية، قلنا دائما نقوم بعملية حساب عدد الحالات. إذن أول شيء نقوم به هو حساب عدد الحالات الممكنة. عدد الحالات الممكنة الكلية سي من كم يا شباب؟ لدينا عملية تجزئة المجموعة هي أن نأخذ من مجموعة تحتوي على 20 قريصة، نأخذ قريصتين إذن تساوي. نستطيع عملية حسابها يدويا أو حسابها باستخدام الآلة الحاسبة. إذن نكتب 20 شيفت ونضغط على هذا الزر اللي هو عبارة عن التوفيقة اللي هي 20 2، إذن تساوي إلى 190. هو عبارة عن عدد الحالات الممكنة الكلية. إذن عدد الحالات الممكنة الكلية. بعد إيجاد عدد الحالات الممكنة الكلية، نستطيع عملية الإجابة الآن على السؤال الأول. السؤال الأول قال احسب احتمال، إذن حساب احتمال سحب، إذن سحب قريصتين مجموع رقميهما هو عبارة عن مجموع رقميهما يساوي 10. إذن مجموع الرقمين يساوي 10، فحتما الأعداد أقل من 10. إذن مجموع عددين 10. إذن الرقمين هما كما يلي. إذن نستطيع عملية إيجاد هذه العناصر وحسابها يدويا، نحسبها. مجموع الرقمين يساوي 10. إذن الأعداد هي إما أن تكون، إذن أول عددين مجموعهما 10 هي عبارة عن 1 و9. المجموعة الثانية، إذن المجموعة الثانية هي عبارة عن التالي. المجموعة الثانية هي المجموعة 2 و8. المجموعة الثالثة أو المجموعة الجزئية التي تساوي على عنصرين من المجموعة الكلية، نقوم بعملية حسابها يدويا، هي 3 و7. المجموعة الجزئية التي تحتوي على عنصرين من مجموعة تحتوي على 20 عنصر، إذن لدينا 4 وكذلك 6. المجموعة الأخرى هي عبارة عن، المجموعة الجزئية الأخرى هي عبارة عن ماذا؟ 5 و5 لا تصلح.
لأنه هنا في أن واحد معناها الرقم لا يكرر. إذن هذه هي المجموعات الجزئية وعددها كم يا شباب؟ إذن عدد الحالات الملائمة هنا، عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة ما هي، كم هي يا شباب؟ إذن عدد الحالات الملائمة هو عبارة عن 4. عملية الحصول على عددين مجموع رقميهما يساوي 10. إذن هذه هي كل الحالات اللي هي 4، ومنه إذن هذه الحادثة لو سميناها مثلا، هذه سحب قريصتين لو سمينا هذه الحادثة هي عبارة عن الحادثة A. إذن مجموع رقمين، إذن سوف نتحصل على أن احتمالها هو كما يلي. نحسب احتمال الحصول على هذه الحادثة هو P، إذن P لـ A، إذن ماذا يساوي؟ يساوي إلى عدد الحالات الملائمة وجدناه هو عبارة عن 4 على عدد الحالات أو عدد الحالات الممكنة هو عبارة عن 90. سوف نتحصل على أن العدد هو عبارة بعد الاختزال هو 2 على 5، إذن 19 على 2 هي 9، والعشرة على 2، إذن هكذا حسبنا، قمنا بعملية حساب احتمال الحادثة حادثة ب هي عبارة عن عملية حساب الحادثة ب. إذن نقوم بعملية تسميتها كذلك. إذن الحادثة اللي هي ب هي سحب قريصتين رقميهما يساوي 4. إذن الفرق بين رقميهما يساوي 4. إذن نقوم بعملية إعادة هذا ونحسب كل الحالات، إما أن تكون الحالة الأولى 20 و 16. لدينا كذلك العدد الذي يليه هو عبارة عن 19 و 15. لدينا كذلك العدد اللي هو عبارة عن 18 و 14. لدينا كذلك العدد اللي هو العدد اللي هو عبارة عن 17 و 13. لدينا كذلك مجموعات أخرى. إذا نقوم بعملية حسابها كلها، إذا لدينا 16 هو العدد الآخر هو عبارة عن 12. لدينا الجزئية الأخرى هي عبارة عن المجموعة التالية اللي هي عبارة عن 15 و 13، 15 والإحدى عشر. إذن دائما الفرق يجب أن يكون عبارة عن 4. إذن المجموعة الأخرى هي عبارة عن 14 و 14، والأخرى هي عبارة عن 10. إذن بعدها لدينا المجموعة الأخرى الجزئية، إذن اللي هي عبارة عن 13، والعدد الذي يليه هو عبارة عن 9. إذن دائما يجب أن يكون الفرق بينهما عبارة عن 4. إذن 12 والثمانية كذلك 11 والسبعة 10 والعشرة والعدد 6، العدد 6. إذن لدينا 9 والعدد 5 كذلك الجزئية الأخرى. إذن يجب حسابها كل ككل. إذن العدد الآخر اللي هو عبارة عن 8 والعدد العدد 8 والأربعة، تكرار غير ممكن والترتيب غير مهم. إذن المجموعة الأخرى هي عبارة عن 7 والعدد 3. لدينا كذلك
هلا المجموعة الأخرى هي عبارة عن 6 و2. لدينا كذلك العدد اللي هو عبارة عن المجموعة الأخرى اللي هي عبارة عن 5 و1. 5 و1 هي آخر مجموعة. إذن نقوم بعملية حسابها لعملية إذن حساب الحالات الملائمة. هنا العدد الحالات الملائمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. إذن نقوم بعملية حساب احتمال هذه الحادثة. إذن لدينا بالنسبة لي بي هي عبارة عن ماذا يا شباب؟ إذن احتمال الحصول على الحادثة بي هو عبارة عن 16 على العدد السابق. إذن يقبل القسمة على 2 فيعطينا هنا 8 على 95. إذن قمنا بعملية حساب احتمال الحصول على إذن حساب احتمال بي اللي هو سحب قريصتين الفرق بينهما الفرق بين رقميهما يساوي 4. إذن هذا فيما يخص بالنسبة لي الشطر الثاني. الشطر الثالث قال ما احتمال احتمال سحب قريصتين مجموع رقميهما يساوي 10 علما أن الفرق بينهما يساوي 4. ماذا يعني هذا؟ يعني هنا الاحتمال الشرطي. إذن نقوم بعملية هنا عملية حساب احتمال التالي نضعها هي عبارة عن إذن هذا الاحتمال يعني ماذا يا شباب؟ يعني أن هنا هو عملية حساب احتمال الحصول على A علما أن B محققة. إذن B محققة هذا ماذا يعني يا شباب؟ إذن ب محققة يعني هو كما يلي. نقوم بعملية حساب حاصل قسمة. إذن هو احتمال التقاطع A B على احتمال حدوث الحادثة B. إذن احتمال التقاطع يساوي إذن التقاطع بين الحادثتين أي أن العناصر المشتركة بين المجموعة الأولى المتحصل عليها والمجموعة الثانية المتحصل عليها، أن يكون مجموع هذين الرقمين يساوي 10 والفرق بينهما يساوي الفرق بينهما يساوي 4. إذن الرقمين الفرق بينهما هذين العددين، لاحظوا أن 3 و7 مجموعهما كم يساوي يا شباب؟ مجموعهما هو عبارة عن 10 والفرق بينهما هو عبارة عن 4. هذين العددين هنا هل يحققان؟ إذن هنا الفرق بينهما 6 ومجموعهما 10، نفس الشيء هنا لا يحققان وهنا لا يحققان. معناها احتمال التقاطع نستطيع عملية حساب احتمال حادثة التقاطع هي كما يلي. إذن نحسب حادثة التقاطع. إذن هي حاصل قسمة. إذن البسط هو عبارة عن ماذا يا شباب؟ التقاطع هو عبارة عن 1 من بين كم؟ من بين 190 190 190 على احتمال ب. احتمال ب قمنا بعملية حسابه هو 8 على أو هو إذن
هو عبارة عن 16 على 190. إذن نقوم بعملية الحساب، إذن عند الاختزال سوف نتحصل على أن احتمال سحب قريصتين مجموع رقميهما يساوي 10، علما أن الفرق بينهما هو عبارة عن 4، هو عبارة عن 1/16. وبذلك قمنا بعملية حساب احتمال حادثة سحب قريصتين مجموع رقميهما يساوي 10، علما أن الفرق بينهما هو 4، معناها احتمال التقاطع على احتمال البي. احتمال التقاطع قلنا أنهما يتقاطعان في كم من عنصر، يتقاطعان في عنصر واحد، إذن عدد العناصر هنا يصبح اللي هو 3 و7، الفرق بينهما إذن هو 1 على عدد الحالات الممكنة الكلية. إذن وعلينا تحصل على احتمال هذه الحادثة باستخدام التالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو نص التمرين بالشكل التالي.